أهلا بكم محبي مسلسل أمر أخلاق، إليكم ملخص الحلقة الثامنة. ولكن قبل أن نبدأ بالفيديو، اشترك في القناة وفعل زر الجرس لكي يصلك كل جديد. سندس وأولاده بيروحوا لبيت أبو عامر، بيطلبوا يحتفلوا بعيد ميلاد حميدان عنده ببيتهم. أبو عامر أو نوال بيوافقوا، حميدان بيحاول يفوت المطبخ بس عمشة بتمنعه لأنها محضرت له مفاجأة وما بدها إياه يشوفها إلا بوقتها. أبو عامر بيتصل بحميدان يروح على بيته بسرعة. مع دخول حميدان إلى بيت أبو عامر، رأى الشموع والاحتفال الجميل والهدايا، فرح كثيرا. وبعدها دموع تساقط من الفرح لأن أخوته احتفلوا فيه ولم يحتفلوا أحد به من قبل. حميدان بقي في بيت أبو عامر وعمشة منتظرة تلك المفاجأة. عمشة تطلب من بدرية تروح لعند بيت زوجها سعد. أخذت كل ما حضرت عمشة لحميدان. رجع حميدان إلى بيت ومع الهدايا، وعمشة قالت له أنها أحضرت له هدية بسيطة. حميدان راح على المطبخ وما لقى شيء، انزعج بشدة وخجلت عمشة من هذا الموقف. سندس عرفت بفعل ابنها وقامت بإنذار أن يرجع كل شيء كما كان. سندس وابنها أخبروا حميدان بفعلته وبررت فعلته. عمشة تطلب من سندس وابنها أن يأكلوا الكيك لوحدهم. محمد وبدرية بيروحوا للدكتور نفسي لكي يحلوا مشاكلهم. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسى دعمنا باللايك لكي نستمر في نشر المزيد إن شاء الله.